نرجع مشاهدينا لواتسون ام تي في حتى نلقي نظره سوا على اجمل البرامج اللي عم تابعوها حاليا عبر شاشتنا. من نهار الاثنين للجمعه الساعه 7 لربع المساء عم نتابع سوا احداث وتطورات مشوقه ضمن الدراما الاجتماعيه يا ريت اللي عم نشوف من خلالها مجموعه من اجمل واجدد نجوم الشاشه اللبنانيه والسوريه. بنشوف سوا هالمشهد. أهلين سالي. أي ساعة واصل بكرة كرمال روحنا عندك على البيت وأمرك؟ أنا بكرة ماني راجع. بكرة بقيان هون. أخي جاي من سوريا على لبنان. بدي أشوفه وشوف شو في عنده مشاكل مشان أساعده فيها. رامي ما تلعب معي بليز. ما بدي نتخانق، أوكي؟ بعدين اشتقت لك كثير أنا وبدي إياك ترجع بسرعة. لك أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا أخذت إجازة ونزلت لهون لشوف أهلي وأصحابي اللي ساكنين بلبنان، ولهلا ما صار عندي وقت شوف حدا منهم. بقى بس خلص اللي علي ويصير الوقت برجع، فبليز سالي ما تكوني عبء، ما تخليني أحس إني عم بكرهك. إيه؟ تكرهني؟ ليش شو عملت لك لحتى تكرهني؟ أصلاً مش ممكن تكرهني. ما هيك حبيبي؟ شو نسيت كيف كل الليل كنت عم بتحبني قبل ما تسافر؟ أنا عم بقول إنه ما تتصرفي بطريقة بشعة لحتى ما أصير أكرهك، فهمتي؟ أوكي. شو عامل الليلة؟ باقي بالأوتيل؟ لا بعد شوي طالع أتعشى أنا وأصحابي. مين أصحابك؟ دكتور جنى ما هيك؟ مع 10 أشخاص، من بيناتهم الدكتورة جنى وخطيبة إياد. وبحب ذكرك سالي إنه الدكتورة جنى خاطبة مغرومة بخطيبة ورح تتجوز على قريب. هي مغرومة بخطيبة، بس انت مغروم فيها مش هيك؟ انه في افهم عشو مغروم فيها، يعني انه انت هيك ستايل تبعك بالنسبة بتحبون انه الدكتور وجدية وراسينة ومثل التعاط. سالي بس ارجع ونحكي بكل التفاصيل، اوكي؟ هالعمل الدرامي بضم مجموعة قصص متشابكة ببعضها، منها بتحكي عن الحب والزواج، الخيانة، روابط العائلة ومشاكل الهجرة. منشوف سوا كيف رح تتطور الأحداث بحلقة الليلة من ياريت. أما هلأ وقفة قصيرة ومنتابع سوا حلقتنا، خليكن معنا.